ايه اهم المواصفات دي يا فندم؟ خلينا نقول اهم المواصفات. اول حاجه لازم وضع اقتصادي واجتماعي جيد. جيد، مش هياخد يعني الطفل مش يبهدله. بالظبط، مش هياخد طفل يبهدله او هياخده يشحت بيه. ممكن يستغله فعلا. بالظبط، فتحط وضع اقتصادي جيد، انه معدل دخل للاسره محدد ايضا، يعني لا يقل عن 3000، ما بين 3000 ل 5000 على الاقل الدخل. النقطه الثانيه انه لما الاسره تيجي تاخد الطفل لازم تحط له في دفتر التوفير قبل ما تستلمه 5000 جنيه باسمه. باسمه، ده ليه بقى؟ وتزود عليه، لانه تفضل بقى تزود عشان يعني ده شيء تعليمه مستمر. ورعايته يعني. بس الاول البدايه بتحط 5000 جنيه. لكن هم ملزمين انهم ملزمين يحطوا كل شهر مبلغ ليه، مش كل شهر بس كل ما يقدروا، وملزمين انهم يعلموه كويس ويصرفوا عليه كويس على افضل حال، لانه زي ما احنا بنقول في متابعه باستمرار على الاقل مره شهريا. طيب وبعدين؟ النقطه الثانيه انه لازم مستوى تعليمي معين، يعني اقل شيء في التعليم متوسط. الثانويه العامه او ما يعادلها. فلما نحط شروط اساسيه ايضا لازم الاسره تاخد دوره تدريبيه وتجتازها في انها هتبقى اسره سليمه وتعرف ازاي تتعامل مع الطفل ده. اذا لم تجتاز الدوره التدريبيه وتاكدنا دورة من تدريبية دوره تدريبيه مدتها قد ايه؟ 3 شهور، إذا ما قدرتش تجتازها يبقى شكرا. مش هتاخد الطفل. بتبقوا معتمدين أكتر فيها على الأم، يعني بتشوفوا الأم والأب سلوكياتها، الاثنين، بتشوفوا لا الاثنين، يعني دايما الأم بتبقى قاعدة أكتر مع الأطفال. الاثنين ليهم دور لأنه مسؤولية مشتركة. فمسألة الخطر الشديد والاعتداءات والانحرافات نسبتها مش كبيرة أو مش واردة، لأنه إذا قسناها ممكن تحدث في أسرة عادية أيضا. فإنه يعني لما ننظر للجانب يعني نقدر نقول عليه الغريب أو الشاذ مش متاح هنا قوي مع مسألة المتابعة.